وجاب الملابس دي وما بعرفوا مين، قالوا البهايم بكره ما حتسرح دارين كده، بيكون مصالحته انتهت بالليل خلاص. بعد ده تاني ما غابي لاي حاجه في البيت دي، بس الصباح دي جلابيته زي البلنتي. واصلا ذات الحاجات بتكون بسيطه، بيكون في مسمار فوق المصلايه وجلابيت ابوك، يعني دي حاجات كده ثابته يعني. بتبقى الصلاحيات دي تحت الام يعني. جلابيته ما في غرفه النوم دولابه الخاصه؟ لا لا، هو ده مثلا الحيطه دي كلها مسامير وحاطط بدها قلنا يا لما يقولكم مرق بتاع بيت فيه شعاكتين كده، دي كده يعني باعتبار هنا دولاب 5 غرف. فانت الام بتصحى في صباح شنو؟ لانه سكر انتوا بالليل بتكونوا صحيتوا ونمتوا، صحيتوا لانه منتظرين العيد، عشان كده اللحظه بتاعت الصفر بتكونوا نمتوا. عشان كده الام لما تصحى يعني محتاجه مجهود قوموا، لو اتعملت باي اسلوب بتاع اريحيه ما بتقوموا، دايرين تقوموا في لحظه واحده، عشان واحد داير يمشي السوق وداير يمشي الدقيق وداير يمشي راس قدر. عشان كده اول ما تصحى الصباح بسم الله صباح الرحمن، هوي قوم يا بنات جهز الحال كان ده، صلح الحاجات كان دير، والتاجنه ما تصحى هوي هي دايره تعمل تكون جاده، والليله في العيد دايره تقدم بعد التنازلات. عشان كده بكون ده مصرفك الطبيعي انت متعود عليه، يعني انت زمان متعود لما يصحوك لقده ولا وفرد حال راجل ها ما تقوم، تقوم قيامتك، لكن ده عيد ده عيد ما بيجي. عشان كده بتيجي تقول لك هايا تتذكر الليله العيد هي جنى ما تقوم هاي شنو زي زول الجراق عليه قدام بنية بيكون فك تماما اول حاجه. محمد عبد الله العيد زمان انا قلت لعبد الله انت مريت بطفوله، والله ضحك ما قال لي ما انا داير تتذكر طفوله العيد كانت كيف؟ الجلابيه بتلبس شنو كده؟ انا لو قلت لك حاجه يا احمد موسى ما حتصدق، يعني انا اول يوم اول عيد بتذكره لبست بدله، مش حاجه غريبه؟ ها بدله، لبست بدله وكرافته زي البيبيون. انت بديت الطفوله من الثانوي؟ لا لا بدله دي وين احمد الله؟ بدله والله والله بدله. يعني وده كلام يعني مسؤول منه حليبه يوم العيد دي ذاته. ايوه صح. بتذكر بدله مشخته وقميص ابيض بيجور وكرافته، وبتذكر الكلام ده ما بدري شديد بالمناسبه عشان الناس ما يقولوا محمد ده كبير او عجوز وكده. جينا الحدائق بتاعت الخرطوم بتاعت حديقه. انت اتولدت في الخرطوم؟ انا ام درمان يا راجل. ايوه بتقلب انا حسي صراطي في البحر يا راجل. فبتذكر يعني ابروف طبعا عنده يعني احتفاليه للعيد بشكل مختلف شويه، يعني ناس ابروف عندهم الميدان بتاع تراب ابا حبيب ده بيقوموا بتلموا فيه الشفع كلهم الاطفال، اهلهم بيجوا يقولون يا اخوانا ليله العيد بيجيبوا الطحانيات، بيقوم بيجيبوا عندنا واحد اسمه اللميم بيدق النوبه وبيجيب معاه النحاس، يعني كان في فلكلور وممارسه واستقبال العيد بطريقه انت ذاتك بتستغربها يعني. وبالاضافه لذلك اسمه شنو ديه العجلات من اجل العجلات، في النايف. طلع احمد صغير صغير هاي؟ انا صغير لا يا اخي بدله بدله. ف يعني ابروف بطبعه يعني مدينه درمانيه عتيقه جدا صح، وعندها زي ما قلت لك نكهه خاصه في العيد. الحلاوه بتشيلها وين زمان؟ الحلاوه ما اخش عليك بشيلها في جيبي بجيبه بخط الحلاوه، بتكون قاعدين كده كل سنه وانتم طيبين الله يخليكم، عينك الحلاوه ان شاء الله كويسين عينك الحلاوه. والله والله تمام الحمد لله. وطبعا سيد البيت مرات بيحب يسال يعني اها بتقرص انا كم لسه ما نزل المدرسه خلوه اها، ولا ابوك والله ابوي كويس الحلاوه، بس اول ما يتلفت ينادي مثلا بنته ولا حاجه والله كويسين يا حاج الحمد لله. طيب في بيوت معينه بتحددها حلاوتها سمحه خبيثه سمك؟ ايوه في بيوت بنقول في ناس بيقوم بيحطوك مسافه ويجيبوا الحاجه مش حتفوا روحك، بنقول لهم بيت الانتظار، ما نمشي بيت الانتظار، بيت الانتظار ده بنمشي في اخر اليوم يعني من الصباح من الساعه 9 كده بعد الصلاه ما نرجع البيت، يعني بنمشي نقول يا اخي اسمع ما تمشي بيت ناس ينادي لا بيت الانتظار، نمشي بيت السريع مرات فين جنب الباب اتفضلوا ان شاء الله كويسين الحمد لله يا ولد عبد الله يا سلام كبرت والله اتفضلوا تعالي يا زينب جيبي الجماعه ديل المويه لما يقولوا مويه بنجيف مويه زرقاء اي لما ما تجيب الشياله بتاعت الحلاوه طوالي بنخش. فكده يعني لا عشان كده يعني طفولتنا في ام درمان يعني ما بتتنسي. يلا يديك العافيه. طيب عادل انت والدنيل الابيض والكوستي الطفوله كان كيف في العيد؟ والله يا حمد الطفولة بتبدا كيف؟ بتشتروا حاجات من بدري كده؟ والله انا طبعا بنختلف من عبد الله لانه عبد الله كان كبير كان قال هو مر بطفولة. عبد الله بتخيل ما مر بطفولة. انا من عمره سنة كان بيزرح. فما الطفولة جت متأخرة. لكن العيد يا حمد احنا كان يعني اتذكر يعني من قبل 15 يوم في رمضان بتبدا شنو؟ بتبدا تمر في الدكاكين في المحلات التجارية تقطع الملابس
ملابس قطع ما كان في جاهز. نعم. كان في الملابس يعني اذكر كان انا اقول لك ما اقول لك انا صغير لكن ده اقول لك يعني الملابس كانت موجوده الكرمبلين التريفيرا بعدين كانت البلاطين من زمن الشارستون اي قديم خلاص مش قديم الحياه جات جديده بالمناسبه كان يقول لك بنطلون وعرف كيف عرفك قديم وذاته قال لك الترفيرة قال لك انت قديم هو عرفه كيف الترفيرة والله العظيم ده اقدم من اللابري ها والله عبد الله ده اقدم من اللابري كما بيحترم فيا عبد عبد الله صريحين نعم ما خيطت شارستون لا لا والله علي الله ابدا والله والله انا خيطته يا اخي خيطت شارستون وخيطت الكرمبلين وخيطت الترفيرة وبعدين شنو يعني الملابس الجاهزه ما كانت كثيره فكانوا كده يجيب لك بنطلون جينز يقول لك وينستون ونسون ده كان كلام تافه كان خلاص يعني لكن عندي موقف جميل جدا يعني انت بتشتري ملابس العيد يعني من قبل 7 ايام من العيد بعد ذاك شنو يا اما تهددها للترزي بعد ذاك انت كل رص دقيقه بتيجي مره ترزي بيبقى عيد هل خيط ولا ما خيط الشغال في ده قماشك اي ده قماشي ولا ما قماشي انت بتكون متابع قماشك يعني مين بده يقصه فيه لحد ما يدور كباسين انت بتكون مره عليه عرفتها بعد ما استلمت قماشك تجي البيت يعني كان العيد باقي 3-4 يوم كان انت كل مره بتقف في المرايه تجربين دائما تجرب تطلع تطلعين ثاني وتلبسين ممكن تلقى الناس نايمين تخلون بعد ما ينوموا تصحى مثلا بالليل تقوم ثاني برضه تجرب لكن عندي كان موقف جميل خلاص فطبعا يعني بيوتنا اول حاجه ربنا يدي الصحه والعافيه للوالده وكل الاهل يعني كل الامهات في الغالب دائما يعني طقوس العيد بيكون فيها نظافة العدة. نعم. بيمرقوا العدة، بيمرقوا الملايات، دمروها ويدمروها وبتاع ورجعوها ثاني. وبالمناسبة في بعض الأواني المنزلية أو اللي بتكون ما استخدمت ذاتها. بتكون لها مثلا 20 30 سنة. والله أنا والدتي الله يديها الصحة والعافية عندها بعض الصحانة وبعض الجكاكة كده وبراريد ما أظن استعملتها. ما أظن، ليوم الليلة. ما أظن. بيمرقوهم بتبروهم بيرجعوهم ثاني. فالحياة دي بتكون لحد قريب الصباح. وانتوا قعدتوا عشان يمرقوا لكم الصحانة ما انتوا من كبرتوا ايزوا الفرة. الصحانة لازم تلمها. لا ما هي لا لا اقول لك حاجة يا محمد انت عارف المرأة السودانية بشكل عام قبل ما يتزوجوها همها كله كان بيكون شنو؟ قبل الزواج سكيرتي بلوزة دواء تجميل كده. أول ما تزوجوها بس عدة ملايات عدة ملايات عدة ملايات لما تموت عدة ملايات عدة ملايات فبكونوا محتفظين بالعدة بكميات كبيرة جدا جدا غير ما يستلموها لكن حصل لي موقف طريف جدا جدا جبت هدوم العيد وجهزتها الله يكرمك ويكرم سامعين الجزمة الحذاء البنطلون الجزمة والحذاء لا الحذاء ما هو واحد بعدين زمان بالناس الجزم كان إيطالية والله العظيم الجزمة لما تفكها في البيت كان رحت البيت كلها بتكون بيقع تجريد الايطالي فقمت عندي شراب قمت ما عندي حاجه اعملها قلت اكويو كلام ده الساعه 3 صباحا ما قدرت انام انا لانه بكره العيد الفرحه ذاتها فرحه كانت غريبه صح فخدت الشراب وجبت المكوى هم ما شايفين ناس البيت بس عملت كده لقيت الشراب ما في قلبت المكوى لقيته مدردم من فوق فده كان يعني بالمناسبه لما لقيت الشراب كله مدردم من فوق مش مأساة أنا بقيت أبكي يعني أنا ببكاي قام أبوي ساقني وداني السوق عشان نشوف محل تاني جديد إنه يكون فيه شراب ألبسه طبعا محمد عبد الله بدأ من بروف وأنا كنت منتظر بأنه دخلت اللقيمات وكان بخدت الحلاوة في جيبه وكنت كان في صفي كويس يعني لكن لما مسكت عادل وبكوي وشراب انتهى يا انا كمان في السلم العالي منتهي صح؟ انا حاجه عم تعب شديد لا 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 منتهي طيب احنا سعيدين وما ننسى ضيفنا وحبيبنا طلال حرب طلال انت طفولتك افندي كده بتاع برضه بدل زي محمد عبد الله ده ولا زول بديل زي الجماعه دي؟ موسى حقيقه يعني من السرد اللي حكيته وانتم كلكم يظهر بانه طفولتكم دي كانت في الخمسينات في الستينات انا طبعا يعني الثمانينات وكذا نحن نعم بعدين احنا اولاد موظفين شوكولاته في البيت مشي لي دي شوكولاته ده من الطفوله؟ لا الطفوله شوف الطفوله يعني يمكن انت كنت وين السرد طفولتك وين؟ اخوانا والله نحن انا ده اقول لكم كلام اخوانا لا 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 لا
انت طفولتك كانت فين في حد يا محمد؟ حتى انا بقول لك معاك الكاميرا الخفيه يا اخي، انت شايف مالك؟ كان داير بقول لك معاك الكاميرا الخفيه. يعني انا حقيقه طفولتي ما بعيده من الـ من الـ من السرد الحكو ده. العيد وفرحته بالنسبه لنا كاطفال هي فرحه واحده لكلها. يا هو ختيف الحلاوه، نساعد الاخواتنا واماتنا في البيت، ركبوا الستاير معانا وننظف معاهم، نستنى قبل الركبه بيوم نمشي مع الوالد السوق يحلقوا لنا. هاي اشتغل، جيب وخذ دي وجيب دي وسوي دي واعمل. لا في ستاير، هي في ستاير يا حمص. اخوانا اقسم بالله العظيم انا بعصر عليهم سيدي الناس دي كلكم نسيتوا يا اخوانا بدلت الخبيث. اشتعك يا شيخ، اشتعك الفرن بيعملوا لك تمشي الفرن. تمشي الفرن هاي، تمشي الفرن تجي تصحى. كذلك الخبيث ده نحن بنرجع عليه وبعد خبيث ده وانت ذاتك تكون قاطع عليك واحده براك تاخذها تقول دي خبيثتي لما نمشي وجهها كلها دي ما تعب على الخبيث. تحجيز السمي شويه. طيب احنا نسمع الماس.